اليوم تعيشون معنا اللحظة الأخيرة في هذا الملف، وهي لحظة مغادرة الدكتور حسن التازي لأسوار السجن. هي لحظة جميلة، لحظة كيتمنى أي إنسان، لحظة كيتمنى يعيشها أي شخص. أنا يعني انخرطنا في هذا الملف وناضلنا من أجله ووصلنا إلى النتيجة التي كنا نناضل من أجلها، أن يغادر هذا الرجل أسوار السجن. هي لحظة يتمناها أي شخص. لذلك أنا أولا أشكركم وأشكر من خلالكم الهيئة القضائية التي كانت يعني وراء هذا القرار الذي أفرح الجميع. حضوركم اليوم يؤكد أنه المواطن المغربي في عموم هذا الوطن يتابع هذه القضية، ولذلك من خلالكم أشكر كل من ساندنا في هذه القضية، كل من قال في حقنا كلمة طيبة، ونشكر حتى من لم يقل يعني حتى من قال الكلام الآخر. نحن نسامح الجميع، قلبنا كبير، لا نؤاخذ الناس على ما يقولون. لذلك يعني طريق المجد مفروش بالأشواك، وحيثما يوجد الصديق يوجد العدو. احنا اليوم يعني الدكتور تازي يقولها، ليست لي أعداء، ليست لي خصومات، أنا رجل ككل الناس، أنا مواطن ككل الناس. يعني هدفي هو أن أرضي الله وأرضي يعني ضميري، عملي ينتظرني. واليوم انطلق من السجن، ويعني بعد أيام لن تكون الطاولة، سنجده في العيادة إن شاء الله. مرحبا. لا تنسوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد. لا تنسوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.